لو قابلك حالة فساد إداري بتبلغي عنها ولا بتكبري دماغك؟ لا والله أنا بعمل مشاكل، يعني بعمل خناقة وبمشي للمدير وبمشي للرئيس وباخد حقي بصراحة يعني، بس بعد إيه؟ بعد ما بيطلع روحي. طب شايفة إزاي جهود الدولة في مكافحة الفساد الإداري؟ الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم المواطن يتعاون مع الدولة. فورا على الرقابة الإدارية على طول، هبلغ على الرقابة الإدارية على طول، على وكمان لازم يكون معي أدلة عشان أبلغ، عشان ما أظلمش حد. لازم كلنا نساعد بعض مش الدولة بس، يعني ما ينفعش أنا أشتغل في ناحية وناحية تانية ناس واقفة يبقى أنا كده ما عملتش حاجة. يعني لازم يا ريت كلنا نساعد بعضينا ونحط إيدنا في بعض. جهود الدولة محتاجة تنظيم أكتر، محتاجة حرص، محتاجة كل واحد في مكان عمله يقوم بواجبه صحيح، فكده مصر هتتقدم وتتطور. احنا ممكن نعمل رقابة، رقابة على كل منشأة إدارية بحيث ان هي تبقى موجودة لأي فساد ممكن. طبعا أبلغ، ده فساد وبعدين بيعود على الشعب المصري، يعني لازم المفروض أبلغ لأن ده فساد متواجد. لازم لو احنا كل واحد التزم وحاش الفساد اللي هو، أو وقف قدام الفساد اللي هو موجود، كل حاجة إن شاء الله هتتحل بإذن ربنا.